السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة يا جماعة نتكلم عن تفسير رؤية اللحوم المسلوقة في المنام. طبعا نتكلم عن اللحم المسلوق وعن أكل اللحم المسلوق وعن رؤية اللحم المسلوق لجميع الناس. تعالوا في البداية نبدأ بالمرأة المطلقة والمرأة الأرملة، لأن احنا دايما نتهم ان احنا بنتركهم. رؤية المرأة المطلقة والمرأة الأرملة للحم المسلوق أو حتى أكله، هذه الرؤية تدل على زوال المشاكل والمتاعب التي تمر بها المرأة المطلقة أو الأرملة وقت رؤيتها لهذه الرؤية. كمان رؤية اللحم الغير المسلوق يعني ني بالنسبة للمرأة المطلقة أو الأرملة، هذه الرؤية تدل على كثرة الكلام الغير صحيح أو السيء اللي بيتقال عليها، سواء إذا كانت المرأة المطلقة أو الأرملة. أكل اللحم المسلوق بالنسبة للشاب الأعزب، هذه الرؤية تدل على بعض الصعوبات في تحديات في حياته. يعني الرؤية مش محمودة، بس في تحديات هتقابلك في حياتك. الرؤية مش مذمومة، بس بقول في بعض التحديات. وبعض المفسرين قالوا لا، هذه الرؤية تدل على بعض الأخبار المفرحة، وأنا مع من يقول بذلك، لأني دائما مع الرؤى المبشرة. أنا هستفاد إيه لما أميل للمعنى السيء؟ ما ممكن ما يحصلش، يبقى أنا روعت الرأي. لا، أنا أبشره حتى لو ما حصلش ما زعلتوش. فلما بيبقى فيه اختلاف ما بين العلماء، أنا دائما مع الرؤية المبشرة. أكل اللحم المسلوق أو اللحوم المسلوقة للبنت العزباء تدل على حدوث شيء غير جيد، وربما تدل على شيء سوف حدوث شيء سوف يحزنها ومع شديد الأسف. فالبنت العزباء بخلاف الشاب الأعزب في قضية أكل اللحوم المسلوقة. اللحوم المسلوقة بالنسبة للرجال محمودة جدا. أكل اللحوم المسلوقة للرجال إذا كان تاجرا أرباح ومكاسب مادية كبيرة جدا، وإلا فهو يدل اللحم المسلوق في المنام طبعا للرجل على رزق إن لم يكن تاجرا. رؤيته فقط دون أكله للرجل تدل على راحة البال وتدل على أخبار مفرحة إن شاء الله تبارك وتعالى. المرأة المتزوجة أكلها للحوم المسلوقة، هذه الرؤية محمودة جدا، تدل على صلاح حالها. طبعا الكلام ده هيكون في محيط أسرتها، وبيدل كمان على السعادة الزوجية التي سوف تمر بها وقت رؤيتها لهذه الرؤية. طب مثلا شفنا اللحوم المسلوقة دي لحم بقري، اللحم البقري في المنام للمرأة المتزوجة للأسف بعض هموم وأحزان. اللحم المسلوق أكله للمرأة الحامل ولادة سهلة ورزق إن شاء الله تبارك وتعالى في الفترة القادمة. تضرونا في اللقاءات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.